بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. يقينا الله تعالى صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.